وللحديث عن تطورات المشهد السوري معنا من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد. أهلا بك سيد زياد معنا. في البداية، ما مدى واقعية خارطة الطريق الروسية لتطبيق العلاقات بين تركيا والنظام السوري؟ هل يمكن لتركيا أن تقبل بسهولة التنازل عن نقاط قوة مفصلية تهدد بالأساس أمنها القومي؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني روسيا تحاول جاهدة إعادة العلاقات بين نظام دمشق وأنقرة، ولذلك يعني طرحت خريطة طريق في مسار أستانا في الاجتماع الأخير لمسار أستانا. هذه الخارطة تتضمن أربع يعني محاور أساسية، أولها مكافحة الإرهاب، وثانيها شقا عسكريا بالإضافة إلى مسار للتعافي من الحرب والمسار السياسي. لو نظرنا إلى هذه المسارات الأربعة التي تتضمنها خارطة الطريق الروسية، نرى أن هنالك اختلافا كبيرا في رؤية أنقرة عن رؤية دمشق. فبالنسبة لمكافحة الإرهاب، النظام السوري يرى كل المعارضين السوريين وخاصة الذين تحتضنهم وتدعمهم أنقرة أنهم إرهابيون، بينما يعني في تركيا يرى أن هنالك جزءا من الأخوة الأكراد البيكيكي والبي واي دي هم يشكلون خطرا على الأمن القومي التركي، وبالتالي فهناك اختلافا كبيرا. بالنسبة للشق العسكري، صحيح أن يعني الخارطة تضمنت إنشاء لجنة تنسيق عسكرية يعني تمثل وزارات الدفاع في الدول الأربع، إلا أن هنالك يعني اختلاف كبير بين رؤية أنقرة ورؤية دمشق. دمشق لا تريد أي من الفصائل المسلحة السورية أن تكون ضمن هذا المسار، بالإضافة إلى مسار. لكن هل ستقبل أمريكا بالفعل تفكيك مشروع ميليشيا قسد سيد زياد، مع رؤية تركيا أن مجرد انتشار قوات نظام الأسد على خطوط التماس في مناطق شمال سوريا خطوة غير كافية ولن ترضى باحتواء ميليشيا قسد؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة في المنطقة بذريعة محاربة الإرهاب، ولكن في حقيقة الأمر أنها تحاول دعم قسد من أجل إنشاء كيان انفصالي يكون بداية يعني تجزئة سوريا. ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن دعمها لقسد أو عن تواجدها. ولذلك نرى أن القوات الأمريكية التي قالوا الرؤساء الأمريكيين السابقين أنهم سيسحبونها، لا يعني نرى أن هنالك دعما لهذه القوات وتزايد في أعدادها. لذلك لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من شمال شرق سوريا وتتخلى عن دعمها لقسد إلا عندما يعني يتبلور هذا الكيان الانفصالي الذي كما قلت سيكون بداية. وضحت هذه الفكرة سيد زياد، لكن على المستوى العسكري ماذا يعني تزويد الجيش الأمريكي قواعده المنتشرة في مناطق شرق سوريا بمعدات لوجستية وعسكرية جديدة؟ ماذا يعني ذلك؟ الكثير منهم يعني يقولون أنه مقارعة التواجد أو ضد التواجد الإيراني، ولكن كما ذكرت قبل قليل أن كل هذه الأمور تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإعطاء القوة لقسد من أجل تمكين سيطرتها وعدم مساس النظام بها، كما قلت كذلك من أجل إنشاء هذا الكيان الانفصالي. هم يريدون تقسيم سوريا وتقسيم المنطقة بأي شكل من الأشكال، ولذلك حريصون على بقائهم وعلى تواجد قواتهم ودعم قسد من أجل هذا الأمر. لكن ما هي الأسباب التي دفعت كازاخستان سيد زياد إلى الإعلان عن ضرورة إنهاء مسار المحادثات في أستانا؟ كيف ستتعامل روسيا مع هذا الواقع الجديد مع تقديم حل القضية السورية؟ هل يمكن تحقيق ذلك؟ بالنسبة لكازاخستان، يعني تفاجأ الجميع بتصريح
نائب وزير خارجيه كازاخستان كانات توميش يعني بعد انتهاء بان مسار اساتان انتهى وحقق اهدافه والنظام السوري انتهت عزلته وعاد الى جامعه الدول العربيه، ولذلك لا يعني لا 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 يوجد هنالك اسباب لاستمرار هذا المسار، وخاصه ان دائما يقولون في بيانات اساتان ان لا حل عسكري، اذا الحل السياسي يعني يسير في الطريق الصحيح، ولذلك قال انه يعني لابد من انهاء مسار اساتانا. ويبدو انهم تراجعوا قليلا بعدما رفض الروس هذا الامر وقالوا انهم لابد ان يستمروا في مسار اساتانا، هذا المسار ليس مرتبطا بمكان معين ولابد من تحقيق التقارب بين انقره ودمشق وتسهر موسكو من اجل ذلك. لكن بالنظر إلى القضية السورية سيد زياد بأبعادها المحلية والدولية مجتمعة، السؤال هنا هل حقا يريد العالم إعادة تأهيل بشار الأسد؟ السؤال بصيغة أخرى، هل النظام في وضعه الحالي يمكن أن يكون مفيدا للعالم والمنطقة؟ بالنسبة لتصريحات العالم أجمع تقول بأنها ضد بشار الأسد، ولكن بالنسبة لأفعالهم على أرض الواقع يقول بأنهم يريدون إعادة تأهيل نظام الأسد، فكل هالجرائم التي ارتكبها على مدى 12 عاما يعني لا يوجد من يحاول يعني تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية. صحيح أن سوريا ليست مرتبطة أو موقع على نظام روما الأساسي. سيد زياد باختصار على وضعه الحالي نظام بشار الأسد هل هو مفيد للعالم؟ لا بالطبع ليس مفيدا للعالم ومصدر قلق لكل المنطقة سواء العربية أو الإقليمية، فهو يعني يمارس الإرهاب ويدعم الإرهاب ويحاول يعني عبر تجارة الكبتاغون التي أصبحت سوريا دولة كبتاغون في عهده يحاول خلق وزعزعة المنطقة بمشاريعه هذه. من لندن كنت معنا عبر سكايب الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد، شكرا جزيلا لك.